إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، فإن الفرح بالذي جاء من الله من الهدى ودين الحق خير مما يجمع من الدنيا كلها. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومما جاء في ديننا الحنيف فرض صيام شهر رمضان، فللمسلم عباد الله أن يفرح ببلوغ هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعله النبي صلى الله عليه وسلم ركناً من أركان الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه مسلم. ومن كرم الله تعالى ورحمته أنه مع فرضه للصيام جعل له فضلًا عظيمًا. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال عنه وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي. ثم اعلموا عباد الله أن الصيام واجب على من أدرك شهر رمضان وهو بالغ صحيح مقيم، ومن كان مريضا أو مسافرا فقد رخص الله له الإفطار بشرط القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن أدركه رمضان وهو لا يقوى على الصيام لكبر أو هرم أو لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع الصوم ولم يذهب عقله، فإنه يجب عليه دفع الفدية عن كل يوم طعام مسكين بمقدار نصف صاع تخفيفاً من الله سبحانه وتعالى، كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام. ومن رحمة الله تعالى أن بيّن لعباده متى يدخل شهر رمضان، إما برؤية هلال شهر رمضان أو إكمال شعبان 30 يوماً، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. صحيح. رواه مسلم. وبهذا عباد الله أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة الشرعية وإجماع العلماء وأنه لا عبرة بالحساب الفلكي، كما أن من رحمة الله تعالى أن بيّن لعباده
ابتداء وقت الصيام وانتهاءه يوميا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصوم عباد الله هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات بنية التعبد لله عز وجل. ألا عباد الله، وإن من الحرمان أن يكون حظ المسلم من رمضان الجوع والعطش والسهر كمن لم يخلص نيته لله عز وجل أو ينام عن الصلوات المفروضة. يقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ولا شريك له. أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الغني الكريم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد عباد الله، فأكثروا رحمكم الله في رمضان من تلاوة القرآن وتدبره. يا إخوة، ليأتي متأخر يجلس في مكانه، ما يتخطى الصفوف، اجلس في مكانك مباشرة. عباد الله، أكثروا في رمضان من تلاوة القرآن وتدبره. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، واجتهدوا فيه عباد الله بقيام الليل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ومن صلى مع إمامه صلاة التراويح، من صلى مع إمامه صلاة التراويح كاملة كتب له أجر قيام ليلة كاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي. فصلوها عباد الله صلاة خاشعة تحيي القلوب وتقرب إلى علام الغيوب، ملتزمين بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا تساهل. وعلى من أما الناس أن يلزم السنة في تلاوته وصلاته ودعاء القنوت، لا أن يشتغل بكسب عدد المصلين، إما بنقرها والإسراع فيها أو بالقراءة والدعاء على طريقة المقامات الموسيقية المحرمة. عباد الله، تنافسوا على فعل الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، رواه البخاري. إذ أن في سلسلة الشياطين إعانة عظيمة من رب كريم على فعل الخيرات والابتعاد عن المحرمات. فقد أقبلت عباد الله، أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في رمضان ففي أي وقت سيربح؟ شهر من رحم فيه فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. فاغتنموا عباد الله شهركم، واحفظوا أوقاتكم، وتفقهوا في عباداتكم، فإن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وبلغنا هذا الشهر ومن أحبنا ومن أحببناه فيك ورب والمسلمين جميعا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، صلوا وسلموا على من آمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا